السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجدد الترحاب بكم في درس جديد من دروس النشاط العلمي للمستوى الخامس ابتدائي، مرجع منهل النشاط العلمي، الوحدة الأولى، الأسبوع الرابع، الجهاز الدوراني، الحصة الخامسة، أعضاء الجهاز الدوراني ووظائفها لدى الإنسان. لاباي سيركولاتوار، les organes de l'appareil circulatoire et leur rôle. الهدف أذكر أسماء أعضاء الجهاز الدوراني لدى الإنسان وأحدد وظيفة كل عضو. Objectif: citer les organes de l'appareil circulatoire humain et déterminer leur rôle. إذن بعدما تعرفنا على الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، هذا الدرس سنتعرف عن الجهاز الدوراني. ما هو الجهاز الدوراني؟ وما هي أعضاؤه؟ وما هي وظيفة كل عضو من هذه الأعضاء؟ ألاحظه جوبسيرف، إذا نلاحظ في هذه الصورة هنالك طبيب يقوم بفحص مريض. كيف يقوم بفحصه؟ وذلك بوضع أصبعه على يد المريض ليتفحص نبضه. إذن طبيب يفحص مريضا. لنقرأ النص: رافقت علية قريبا لها الذي أحس بألم في صدره، فالتقطت الصورة جنبه، فتبادرت لديها عدة تساؤلات حول علاقة اليد بألم الصدر. إذن علية رافقت قريبا لها، هذا القريب أحس بألم في الصدر فذهب إلى الطبيب رفقة علية، والتقطت علية هذه الصورة فتبادرت لديها مجموعة من الأسئلة حول علاقة اليد بألم الصدر. إذن هذا القريب هو يحس بألم في الصدر، لكن الطبيب قام بفحصه على مستوى اليد. إذن ما علاقة ألم الصدر باليد؟ إذن أكتب سؤالي وفرضياتي في دفتر التقصي. أتساءل، إذن السؤال الذي يمكن أن أطرحه: ما هي أعضاء الجهاز الدوراني وما هي وظيفة كل عضو؟ إذن ما هي أعضاء الجهاز الدوراني؟ بماذا يتكون الجهاز الدوراني؟ وما هي وظيفة كل عضو من هذه الأعضاء؟ إذن أفترض، كافتراض يمكن أن أفترضه، ربما أعضاء الجهاز الدوراني: القلب الذي يقوم بضخ الدم إلى كل أعضاء الجسم، والأوعية الدموية التي تقوم بنقل الدم. إذن ربما أن أعضاء الجهاز الدوراني هو عضوان: أهو القلب الذي يقوم بضخ الدم إلى الأعضاء، إلى أعضاء الجسم، والأوعية الدموية التي تنقل هذا الدم إلى باقي أعضاء الجسم. أتحقق، je vérifie. أولا ألاحظ الوثيقتين 1 و 2 لأتعرف أعضاء الجهاز الدوراني، ثم أحددها بنقل أرقام الرسم 2 إلى الخانات المناسبة في الجدول. الوثيقة 3 أسفل. إذن لدي وثيقتان، الوثيقة الأولى تعبر عن نموذج قلب إنسان. الصورة 1 أو الوثيقة 1 هي عبارة عن قلب إنسان. الصورة رقم 2 هي عبارة عن رسم تخطيطي لدورة دموية مزدوجة. إذن هذا الرسم هو رسم تخطيطي للدورة الدموية. الوثيقة الأولى القلب، والوثيقة 2 دورة دموية مزدوجة. لدي مجموعة من الأرقام: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. إذن سأتمم الجدول بالأرقام التي
تعبر عن كل عضو من أعضاء الجهاز الدوراني. القلب، ما هو الرقم الذي يمثل القلب؟ الواحد أم اثنان أم ثلاثة؟ ثم شريان رئيسي، شريان رئوي، وريد رئوي، وريد أجوف، شعيرات دموية، دورة دموية صغرى، دورة دموية كبرى. إذن سنتمم أرقام كل عضو من أعضاء الجهاز الدوراني. إذن نبدأ بالرقم واحد. الرقم واحد يشير إلى شعيرات دموية، وهي عبارة عن عروق دموية صغيرة. إذن شعيرات دموية رقم واحد. يليها الرقم اثنان. الرقم اثنان يشير إلى وريد رئوي. رقم اثنان وريد رئوي. ثم الرقم ثلاثة يشير إلى القلب. الرقم ثلاثة يشير إلى القلب. ثم الرقم أربعة يشير إلى شريان رئيسي. الرقم أربعة يشير إلى شريان رئيسي. ثم الرقم خمسة. الرقم خمسة يشير إلى شريان رئوي. ثم الرقم ستة يشير إلى دورة دموية صغرى. الرقم ستة يشير إلى دورة دموية صغرى. ثم الرقم سبعة يشير إلى وريد أجوف. الرقم سبعة يشير إلى وريد أجوف. ثم الرقم ثمانية إلى دورة دموية كبرى. إذا من خلال الرسم التخطيطي والأرقام، إذا أعضاء الجهاز الدوراني هي القلب. إذا ما هو دور القلب؟ القلب هو الذي يضخ الدم إلى الرئة وإلى باقي الجسم. ثم الشريان. إذا الشريان لدينا نوعان، شريان رئيسي وهو رقم أربعة. الشريان الرئيسي هو الذي ينقل الدم من القلب إلى الأعضاء. ثم الشريان الرئوي هو الذي ينقل الدم من القلب إلى الرئة. ثم وريد رئوي. الوريد الرئوي هو الذي ينقل الدم من الرئة إلى القلب. ثم وريد أجوف. الوريد الأجوف هو الذي ينقل الدم من الأعضاء إلى القلب. ثم شعيرات دموية، وهي عبارة عن عروق دموية صغيرة. ثم دورة دموية صغرى. إذن هنا لدي دورتان، الدورة الصغرى والدورة الكبرى. ماذا نقصد بالدورة الصغرى؟ الدورة الصغرى هو عملية ضخ الدم من القلب إلى الرئة ثم الرجوع إلى القلب. إذن هذه دورة. القلب يضخ الدم إلى الرئة ثم يعود هذا الدم إلى القلب. لماذا سمينا هذه الدورة؟ لماذا يقوم القلب بضخ الدم إلى الرئة؟ وذلك بطرح ثنائي أكسيد الكربون وامتصاص الأكسجين على مستوى الرئة. إذا لكي يتزود بالأكسجين ويطرح ثنائي أكسيد الكربون. ثم على مستوى القلب والأعضاء هناك دورة دموية كبرى. إذن يذهب الدم من القلب محملا بالأكسجين ومواد القيت، ثم يذهب بها إلى الأعضاء ثم يعود إلى القلب. هذه تسمى دورة دموية كبرى. Exercice 2. J'observe les dessins 2 et 4 et je détermine le rôle de chaque organe en remplissant les vides. سأقوم بملاحظة الرسوم، الرسم 2 والرسم 4، وأحدد دور كل عضو من الأعضاء بذلك بإتمام الفراغات. Le cœur joue le rôle de. يلعب القلب دورة. Le sang part du cœur vers les organes grâce au. الدم
ينقل من القلب إلى الأعضاء بفضله. Il revient vers le cœur grâce au. ثم يرجع إلى القلب بفضله. Les capillaires sanguins sont un lieu d'échange. الشعيرات الدموية هي مكان التبادل. إذن سنلاحظ هذه الوثيقة ونتمم هذه الفراغات. Le cœur joue le rôle de pompe. إذن يلعب القلب دور مضخة. إذن القلب هو عبارة عن مضخة يقوم بضخ الدم. Le sang part du cœur vers les organes grâce aux artères. إذن الدم يتجه من القلب إلى الأعضاء بفضل الشرايين. Il revient vers le cœur grâce aux veines. ويرجع إلى القلب بفضل الأوردة. Les capillaires sanguins sont un lieu d'échange. الشعيرات الدموية هي مكان التبادل. إذن نلاحظ هذا الرسم التفصيلي. القلب، قلنا أن القلب هو عبارة عن مضخة. Artère، الشرايين التي تقوم بنقل الدم من القلب إلى الأعضاء les organes. لن تقوم الشرايين بنقل الدم من القلب إلى الأعضاء، ويكون هذا الدم غنيا بثنائي الأكسجين. ثم الأوردة les veines sont riches en dioxyde de carbone. تكون غنية بثنائي أكسيد الكربون. والأوردة تقوم بنقل الدم من الأعضاء إلى القلب. إذن هذه هي الدورة الدموية الكبرى. أستخلص، أدون استنتاجاتي في دفتر التقصي. إذن القلب عبارة عن مضخة تدفع الدم إلى جميع أعضاء الجسم عبر العروق الدموية. تنقل الشرايين مواد القيت والأكسجين، وتحمل الأوردة نفايات كثنائي أكسيد الكربون للتخلص منها، ويتم على مستوى الشعيرات الدموية التبادل بين الأعضاء والدم. أطبق شبلك. انطلقت كرية حمراء مكون للدم من القلب لتعود إليه من جديد. أحدد المسار الذي قطعته الكرية لتكمل دورتها. إذا سنحدد المسار الذي تقطعه كرية الدم أو الدم من القلب لتعود إليه من جديد. ثم ثانيا أحدد طبيعة الدم على مستوى الرئوي ومستوى الأعضاء بخصوص الغازات التنفسية ومواد القيت باستعمال المصطلحات غني وفقير. إذن أحدد المسار الذي قطعته الكرية لتكمل دورتها. لأن القلب من القلب إلى الشرايين، إلى الشرايين إلى الشعيرات الدموية، ثم الأعضاء والأعضاء الوريد، ثم الوريد القلب. إذن هذا هو المسار الذي تتبعه الكريات الحمراء أو الدم من القلب ثم رجوعا إلى القلب. القلب، الشرايين، الأعضاء، الوريد والقلب. ثانيا أحدد طبيعة الدم على مستوى الرئوي ومستوى الأعضاء بخصوص الغازات التنفسية ومواد القيت باستعمال مصطلحات غني وفقير. إذا سنبدأ على المستوى الرئوي. الدم على المستوى الرئوي في الوريد يكون غنيا بالأكسجين، وفي الشريان يكون غنيا بثنائي أكسيد الكربون. إذا الدم الآتي
من القلب إلى الرئة عن طريق الشريان يكون غنيا بثنائي أكسيد الكربون، فيطرح هذا الغاز غاز ثنائي أكسيد الكربون، ثم في الوريد يستقبل غاز الأكسجين في الرئة، فيصبح الدم في الوريد غنيا بالأكسجين الذي ينقله إلى القلب. ثم على مستوى الأعضاء، الدم على مستوى الأعضاء في الوريد يكون فقيرا من المواد القيت، وفي الشرايين يكون غنيا بمواد القيت. إذا على مستوى الأعضاء، إذا في الشرايين التي تأتي من القلب تكون غنية بمواد القيت بعدما امتصتها على مستوى الأمعاء الدقيقة. ثم في هذه الأعضاء يتم استهلاك مواد القيت فتصبح فقيرة في الأوردة، أي الدم الذي سيذهب إلى القلب من جديد. دو جو كوش لا كاز دو لا فراز كوريكت، سأضع علامة في الإطار الجملة الصحيحة. L'artère apporte le sang des organes au cœur. La veine conduit le sang des organes vers le cœur. إذن الشريان يحمل دم الأعضاء إلى القلب، ثم الوريد ينقل دم الأعضاء إلى القلب. إذا سنبحث عن الجملة الصحيحة ونضع أمامها علامة. La phrase correcte est la veine conduit le sang des organes vers le cœur. إذن الأوردة هي التي تقوم بنقل الدم من الأعضاء إلى القلب وليس الشريان. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.